وللوقوف على آخر التفاصيل في هذا الموضوع ينضم إلينا من العاصمة البريطانية لندن عمر بشير مراسل الغد. عمر، يعني ما التفاصيل الخاصة بهذا التعطل وما البيانات الرسمية التي صدرت بشأنه؟ رسميا رويال ميل، شركة البريد الأكبر والأشهر في بريطانيا، قالت إن ما حدث اليوم هو حادث وليس هجوم. هناك فرق في الكلمتين. الحادث يعني أنه ربما يكون ناتج عن خلل فني، مشكلة في النظام، لكنها استبعدت الهجوم بمعنى أنه ليس عملا عدوانيا لتعطيل هذه الخدمة الأهم في بريطانيا، خدمة البريد. لكن هذا الحادث تسبب في تعطيل صادرات البريد من بريطانيا للخارج فقط، والشركة دعت العملاء بعد الاعتذار إلى عدم إرسال طرود إلى الخارج، عدم التوجه إلى مكاتب الرويال ميل لإرسال الطرود إلى حين حل المشكلة. لكنها أيضا أكدت أن البريد القادم من الخارج لبريطانيا يعمل بشكل طبيعي، البريد المتنقل داخل المدن البريطانية أيضا يعمل بشكل طبيعي. الحديث عن أكثر من 250 بريد إلكتروني أرسل، أو عفوا طرد بريدي أرسل في بريطانيا خلال العام الماضي، هذا رقم طبعا خارجيا فقط، وهذا أقل بكثير من البريد المتنقل داخلي لدى البريطانيين. النقل بالبريد، نقل البضائع أو الطرود أو كل شيء في بريطانيا، هي خدمة رئيسية وهامة ويومية تتم، بالتالي هذه المشكلة يكون لها خسائر اقتصادية كبيرة لدى الشركة، وأيضا تؤثر على سمعة وعراقة هذه الشركة التي بالمناسبة أيضا تخوض إضرابا، الموظفين لديها يخوضون إضرابا بناء على قلة الأجور، فهذه أيضا ضربة أخرى لهذه الشركة. إذن المؤكد رسميا الآن أن ما حصل هو حادث وليس هجوم، والشركة فتحت تحقيقا لمعرفة أسباب هذا الحادث. نعم، ردود الأفعال حول هذا التعطل من الرأي العام بصفة عامة؟ يعني الحادث قبل ساعات قليلة، بالتالي لا توجد ردود أفعال من البريطانيين، لكن من المؤكد أن هناك حالة من الغضب، بمعنى أن من أرسل بريدا للوصول في موعد محدد إلى الخارج عليه أن يتوقع ألا يصل هذا البريد في الموعد. وطبعا المواعيد مهمة ودقيقة بناء على مناسبات اجتماعية، أعياد ميلاد أو أي كان، بالتالي هذا التأخر بالتأكيد ينعكس سلبا على الشركة وينعكس بالغضب على البريطانيين الذين يعتمدون على هذه الشركة الأسرع والأسهل والأقل تكلفة مقارنة بالشركات الأخرى، هذه الشركة الأعرق في بريطانيا. بالتالي هي ضربة فعلا لهذه الشركة التي اعتذرت مبكرا لعملائها وقالت إنها تفتح تحقيقا لمعرفة أسباب هذا الحادث وليس الهجوم، لتستبعد كليا أن يكون ما تعرضت له هو هجوم سرياني. شكرا جزيلا لك عمر بشير مراسل الغد، كنت معنا من العاصمة البريطانية لندن.